من مناطق مختلفة في الخرطوم والمدن المجاورة تجمع الآلاف من السودانيين في مسيرات داعمة للحكم المدني ومنددة بالعسكري، شعارات طالبت بالحفاظ على المدنية رافضة أي شكل من أشكال النكوص عنها بعد الآن. لا رجع للوراء، ده حقيقة نظام اختار الشعب السوداني، دي ثورة حقيقية، دي ثورة حقيقة، ثورة شعب، ما ثورة فيها أي مجاملات ولا فيها أي كلامات من الرجوع للوراء. تحرك المتظاهرون صوب مقر لجنة إزالة التمكين، بعضهم نادى بضرورة دعم الديمقراطية حتى وإن اضطر الشارع إلى حراستها. التحول الديمقراطي والحكومة المدنية، خرجنا ضد أي محاولة بائسة للإنقلابات العسكرية وضد أي أنظمة شمولية وضد أي تحرك لإنقلاب مدني أو شمولي أو عسكري. لجان المقاومة وأحزاب الحرية والتغيير والأجسام المهنية كانت بين الحضور. الصورة دي ما زالت إنه جزءها متغذية تماما، فإحنا حبينا نحولها من أجل استرداد المدنية الخالصة، إنه يتولى الحكم حكومة مدنية خالصة وأن يكون العسكر يلتزم بالوثيقة الدستورية. زخم في الشوارع وهتافات تعيد أجواء حراك ديسمبر 2019 وإصرار على مواصلة مسيرة الإصلاح بعيدا عن العسكرة. آلاف السودانيين لبوا نداءات التظاهر وتجمعوا وسط الخرطوم وفي المدن المجاورة كذلك، رسالة أراد بها الشارع إيصال صوته الدائم للتحول الديمقراطي والرافض للانقلابات العسكرية. تجاني خضر التلفزيون العربي من وسط الخرطوم.